أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن ويهب ثواب القراءة إلى الوالدين؟ هذا لم يرد به دليل. الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، إلا ما ورد به الدليل من أن عمل الغير ينفع للآخر، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، هذه ورد بها الدليل أنها تنفع إذا أهدى ثوابها إلى غيره من الأحياء أو من الأموات. وأما ما عدا هذا فليس عليه دليل، فيبقى على الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم.